مرحبا. في هذا الفيديو سنلقي نظرة على كيفية تحويل العملات المشفرة إلى المحفظة، أو بعبارة أخرى كيفية إجراء عمليات سحب العملات المشفرة إلى محفظة إيتورو ماني المشفرة من منصة إيتورو الاستثمارية. سوف تتعلم كيفية سحب العملات المشفرة المدعومة من حساب استثمار إيتورو الخاص بك ونقلها إلى محفظة إيتورو ماني المشفرة. أولاً، يجب أن تكون مستخدماً معتمداً لدى إيتورو وأن يتواجد تطبيق إيتورو ماني على هاتفك المحمول. التطبيق متاح لأجهزة iOS وكذلك أندرويد. إذا لم يكن تطبيق إيتورو ماني موجود على هاتفك المحمول فقم بتنزيله الآن. اسم المستخدم وكلمة المرور لمحفظة إيتورو ماني المشفرة هي نفسها التي تستخدمها عند تسجيل الدخول لحساب التداول الخاص بك. ملاحظة هامة قبل أن نواصل: أي عملة مشفرة تقوم بتحويلها من منصة إيتورو إلى محفظة إيتورو ماني لا يمكن تحويلها مرة أخرى إلى منصة إيتورو. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات الهامة على صفحتنا الخاصة بالمحفظة etoro.com/crypto/wallet. هيا نبدأ. بمجرد تثبيت تطبيق إيتورو ماني وتسجيل الدخول سيظهر خيار تحويل العملات المشفرة إلى المحفظة في منصة الاستثمار للتداولات التي تفي بمتطلبات التحويل. انقر علامة تبويب المحفظة في حسابك. يمكنك القيام بذلك على جهاز الكمبيوتر أو جهازك المحمول، ثم انقر الأصل المشفر الذي ترغب في تحويله، وسترى جميع صفقاتك المفتوحة لهذا الأصل. انقر الصفقة التي ترغب في تحويلها. ستظهر النافذة المنبثقة تعديل الصفقة، وهي نافذة تعرض أرباحك وخسارتك الحالية وتفاصيل أخرى. إذا كانت الصفقة مؤهلة للسحب إلى محفظتك فسيظهر خيار التحويل إلى المحفظة أسفل الاستثمارات. إذا كان تحويل العملة المشفرة غير ممكناً فلن يظهر خيار التحويل إلى المحفظة. انقر التحويل إلى المحفظة لسحب عملتك المشفرة إلى محفظتك. في بعض الحالات قد يتعذر إجراء التحويلات. مثلاً، يتوجب على المستخدمين الذين مولوا حساباتهم من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية في الولايات المتحدة الانتظار 7 أيام قبل أن يتمكنوا من القيام بالتحويل. إذا لم يكن طلب التحويل مؤهلاً، فستظهر رسالة منبثقة تحتوي على النص التوضيحي بهذا الشأن، ورابط يأخذك إلى الأسئلة الشائعة حول المحفظة. يمكنك العثور في الأسئلة الشائعة على تفاصيل حول المبالغ القابلة للسحب وطرق الدفع المستخدمة والمعايير الأخرى المتعلقة بطلبك. إذا كان التداول يناسب متطلبات الأهلية فسترى الوحدات التي تقوم بتحويلها ورسوم إيتورو. يرجى ملاحظة أنه قد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة بلوكتشين. ستظهر هذه الرسوم تحت صافي الوحدات بمجرد إتمام المعاملة. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار يتعلق بالرسوم، انقر معرفة المزيد للحصول على معلومات إضافية. ثم انقر تحويل لسحب عملتك المشفرة إلى محفظة إيتورو للعملات المشفرة. لقد أكملت الآن طلبك لتحويل العملة المشفرة إلى محفظة إيتورو الخاصة بك. سوف ترى إشعاراً في حسابك بأن طلبك قد تم تقديمه. أثناء معالجة طلبك، والتي قد تستغرق ما يصل إلى 5 أيام عمل، ستظل صفقتك مفتوحة ضمن الإجمالي المخصص. ملاحظة هامة: إغلاق الصفقة قد يكون ممكناً في حال وجود أوامر إيقاف الخسارة أو جني الأرباح. لهذا السبب يمكن تعديل أوامر إيقاف الخسارة أو جني الأرباح أو إزالتها بالكامل للتأكد من استمرار طلب التحويل. كجزء من عملية التحويل سيتم إغلاق الصفقة وستنتقل القيمة الكاملة للصفقة إلى رصيدك المتاح. سيؤدي أي تغيير في هذه الأموال أو استخدامها قبل معالجة صفقة التحويل إلى إغلاق طلب التحويل. إذا كان لديك أي شك بهذا الشأن فتحقق من حسابك وتأكد من إتمام عملية التحويل في محفظتك.